حلقتنا لليلة من مسرح سوبر ستار لمسرح ستار أكاديمي لمسرح كلمة وألحان بزقفة كتير كبيرة منرحب برحمة. جرحنا بعض وقسينا وبعض ما عرفنا شو اللي بيشفي خلصنا وما فينا نكفي هيك وبزيادة بكفي جرحنا بعض وقسينا وبعض ما عرفنا شو اللي بيشفي مساء الخير. اهلا وسهلا فيك بكلمات والحان. يعني مثل ما عرفت عليك اول شيء من سوبر ستار لستار اكاديمي اسم الله عليك رحمه. اشتركت تقريبا بكل برامج الهوات. هيدا شيء ما في برنامج. هيدا شيء بيدل على المثابره عندك. يعني انا بدي اوصل وبدي اوصل. لازم يعني ما زال انا حبيت هذا الشيء. يعني رح يعني احاول بقد ما اقدر اني اقدم اللي انا عندي. يمكن باول سوبر ستار ما توفقت لان كنت صغيره وبعدني مش مؤهله اني اكون فنانه. بعدها صار نجم الخليج. يعني احنا انعرفنا بلبنان بعدين الخليج وهلا الوطن العربي وحده كانت. اسم الله عليكي. كيف تميزتي؟ اول شيء رحمه مريضه اليوم كثير. بدنا نقول لك سلامه قلبك. الله يسلمك. كيف تميزتي؟ فيك تشربي مي تحتين. رحمه كيف تميزتي؟ يعني مثلا اول فشل
مش ما اسمه فشل كمان، يعني اول انه خطوه ربع خطوه بيرجع نص خطوه بيرجع خطوه كامله، انه صبيه زغطوره بعمرك عاده خلص بغيروا رايهم، ما لهم جلده، ما عندهم صبر، كيف تما يقسته؟ انا يعني احس انه اي شخص بعمري عنده اراده يحب يكمل، ما يعني ما بيوقف يكمل. يعني انا بمرحله سوبر ستار كان عمري 17 سنه، يعني قطعت عادي نسيتها، كنت صغيره. اجت نجم الخليج عملت اللي انا قدرت عليه وطلعت الثانيه. بس المشكله انه ما في انتاج، يعني من ما في احد يمكن يلتفت للصوت الحلو، صاروا يلتفتوا للاشياء الثانيه. مع انه انت بتجمع الاثنين، الشكل الحلو والصوت الحلو. مش كتير. لا بلا. رحمة، قديش ستار اكاديمي كبرنامج ونجم الخليج وسوبر ستار عيشك بهيدي، اذا فينا نقول بالاجواء دغري، يعني ما فتي على اذا في تريتوار او ارضيه ما بتعرفيها، يعني صرت متعوده على الكاميرا، متعوده على التيفي، صار عندك سهوله وانسيابيه بالغنى على المسرح. مضبوط. بس ستيج ستار اكاديمي يختلف عن كل مكان، يعني في ضخامه في العمل، اكيد انت عارفه هذا الشيء. فهذا يعطيك خوف زياده وحمل زياده، وهم يعطوك انه انت لازم تكونين قد هاي المسؤوليه. فستيج ستار اكاديمي يختلف عن اي ستيج انا طلعت له. ويوم تتعايشين هناك الاكاديمي غير الستيج، يعني الاكاديمي كانك انت ببيتك تتصرفي تصرف عادي بس بالبرايفت. طب قد ايه حملت العراق معك رحمه؟ يعني انت قد ايه هلا بتحمليه بقلبك بصوتك ب برسالتك اذا بدي اقول الفنيه، انه انا بنت عراقيه وهيدا المعارك اللي عم بعملها لاوصل تشبه شعبي كمان ليوصل للسلام. مضبوط. اول شيء نسم ابي صفقه كبيره للعراق ولكل الوطن العربي. يمكن لانه قله من الفنانات العراقيات بالوسط الفني، هذا الشيء اللي خلاني اتحمس اكثر. ولانه يعني ماكو مطربه عراقيه، يمكن مثل ما قال استاذ بسام، يعني انا اول شيء اسمع له تحيه لانه دائما يمدح بصوتي، ممكن اسمع له تحيه. مضبوط. هو على طول هيك نقلنا. فيمكن لانه ماكو اصوات عراقيه نسائيه جيده، في اصوات بس هشك بشك عرفتهم انت، يعني نفس اللي موجودين في لبنان ومصر وكل مكان. وكل مكان في من كل الدول العربيه. مضبوط. فعندنا موجود يعني هذا الشيء. بس انا يعني اللي اريد اوصله انه اكو نساء عراقيات ممكن يغنون وممكن يطربون المستمع العربي. مشان هيك نقيتي هلا اغنيه لسلطان الطرب جورج وسوف. حياتي انا بعشقه. رح نشوف كيف رح تأديها هالأغنية. اغنية رائعة، جرحونا برمش عيني يا عين. تفضل. سألونا نبقى مين قدمنا نفسنا، جرحونا برمش عيني كلامهم مسير. سألونا نبقى مين قدمنا نفسنا، بس احنا للقمر يا قمر معرفش يزل Yeah.
رحمة، يعني أغنية جرحونا برمش عين عن جد من الأغاني الرائعة اللي فينا مشاهدينا نسافر فيها لوين ما بدكن. أما هلا رح ننتقل نحن وياكم لأجواء الرقص الشرقي مع نجمة استوديو الفن سمر رعد.